قبل إعلان انفجار الغواصة المنكوبة تيتان في المحيط، كان السيناريو المتداول هو نفاد الأكسجين منها. طبعاً قارن الناس بين هذه التوقعات وإحدى حلقات The Simpsons، المسلسل الكرتوني المشهور بالتنبؤ بالأحداث العالمية الكبرى. في الحلقة التي صدرت عام 98 علق البطل هومر سيمبسون في الشعاب أو علق في الشعاب المرجانية داخل كبسولة لتظهر له رسالة تحذيرية تقول إن الأكسجين منخفض، وهو تصور مشابه للحقيقة فعلا. رغم ذلك قال مايك ريس كاتب الحلقة إنه لم يتنبأ بالمستقبل، إنما استوحى أحداث الحلقة من فيلم كريمزن تايد. المثير للانتباه بأن مايك نفسه نزل في غواصة لمشاهدة حطام تايتانيك في يوليو من العام الماضي.